righteous about what Israel's doing. And I feel horrible for the innocent people in Gaza that are dying. ذبحنا الأبرياء في الموصل، اعتراف خطير لرئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي السابق مارك ميلي أثناء حديثه عن عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. ففي ندوة عن الأمن القومي بواشنطن يقر مارك ميلي أن الولايات المتحدة ذبحت الناس بأعداد هائلة مقارنا بين الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وتلك التي ارتكبتها أمريكا في العراق وسوريا، ولا سيما في مدينة الموصل التي دفن ركامها آلاف الجثث لمدنيين قضوا تحت ضربات التحالف الدولي الجوية وبالقصف الأرضي للقوات الحكومية والميليشيات. يقول رئيس أركان الجيش الأمريكي السابق مارك ميلي: قبل أن نتبرأ جميعا مما تفعله إسرائيل، وأنا أشعر بالفزع تجاه موت الأبرياء في غزة، لكن لا ينبغي لنا أن ننسى أننا نحن الولايات المتحدة قتلنا الكثير من الأبرياء في الموصل وفي الرقة في سوريا. اعتراف مارك ميلي ليس جديدا في كشف فظائع ما ارتكبه التحالف الدولي بذريعة محاربة داعش، فلقد سبق لصحيفة نيويورك تايمز أن كشفت عن تفاصيل مؤلمة للخسائر البشرية من المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء في القصف الأمريكي على أحياء مدينة الموصل التي كانت تحت احتلال تنظيم داعش. وفضحت وثائق سرية وتحقيقات صحفية موسعة في منطقة الشرق الأوسط ما أسمته إخفاقات مأساوية وكارثية للحروب التي أدارها الجيش الأمريكي عن بعد. وتشير سجلات وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن هناك 90 واقعة تأكد فيها سقوط ضحايا مدنيين في الموصل والمناطق المحيطة بها. ووفقاً لقواعد الاشتباك في الجيش الأمريكي، يمكن للمخططين العسكريين أن يقتلوا المدنيين بمن فيهم الأطفال وهم على علم بذلك إذا لم تكن الخسائر المتوقعة زائدة عن الحد مقارنة بالمكاسب العسكرية المتوقعة من تدمير الهدف. وبما أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، يدون أهالي الضحايا مآسيهم في أرشيف ذاكرتهم، عسى أن يأتي يوم ويجدون من ينصفهم.